أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم جيناكم بهذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: الوجه عندنا من السيدر، المضرب من المهوغني، الظهر عندنا خليط ما بين الجوز والمهوغني، كذلك الزند عندنا من المهوغني والبنجر، كذلك المفاتيح عندنا من الجوز. الزند عياري في هذا العود، ممكن نتحكم فيه بسهولة من هنا بحيث انه احنا نخفض او نرفع الدوسة اللي هو مستوى بعد الوتر عن الزند بكل سهولة، وهذه الميزة ايضا بتطيل من عمر العود وبتحميه من المشاكل التقوس بفعل مرور الزمن وايضا العوامل الجوية المختلفة. الاوتار عندنا من الجالي دوزان فافا. خلونا الان نستعرض هذا العود مع بعض ونستمتع فيه اليوم. Thank you.
ختام عرض هذا العود بينا فيه كل الجوانب الصوتية بتصور. عود جميل جدا وفي نقاء ويعني ورنة جميلة، رنان عود رنان جميل. طيب خلونا نجي للاختبار الأخير، نرجع كل عوائل أسفل الفينجر بورد كامل نبدأ. تمنياتي بالتوفيق والقائكم على خير، إلى اللقاء.